عين الخامسة مستمرة وفيها صافر كارثة قريبة من الانفجار، والحكومة اليمنية ترسل عدة خطابات تحذيرية إلى أمين عام الأمم المتحدة وتحمل الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة. أهلا بكم من جديد. لأول مرة في المملكة تقام فعالية الرماية المفتوحة في الباحة التي تنظمها الهيئة السعودية للسياحة ضمن فعاليات صيف السعودية الذي يحمل شعار صيفنا على جوك. تابع. لأول مرة في المملكة تقام فعاليات الرماية المفتوحة والتي يهتم بها عشاق الرماية النارية لخوض تجربة فريدة من نوعها وتجربة أنواع مختلفة من الأسلحة والأهداف في ظل أجواء جميلة وحماسية في منطقة الباحة. تنوعت أنواع الميادين في الفعالية، فهناك ميدان البنادق والشوزن والمسدسات وميدان لرماية الأسهم والسكاكين، ويوجد بها أهداف بعيدة المدى مرتبطة بحساسات وأجهزة إطلاق الأطباق، ويتواجد في كل ميدان عدداً من المدربين في مجال الرماية وتطبق بها معايير السلامة. فعاليات الرماية المفتوحة في الباحة تنظمها الهيئة السعودية للسياحة ضمن فعاليات صيف السعودية الذي يحمل شعار صيفنا على جوك. للإخبارية خالد ربيع، الباحة. تنضم إلينا من جدة المتحدث الرسمي لميادين الرماية بالباحة مها خوجة. مساء الخير أستاذة مها، وأهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية أستاذة مها، حدثينا عن فعالية ميادين الرماية الحرة التي تقام لأول مرة في المملكة، تفضلي. مساء النور أخوي. أولا قبل ما أجاوبك على هذا السؤال المهم، أحب أشكرك على الاستضافة، واجب، وأحب أهني مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على قرب اليوم الوطني والذكرى 91 لليوم الوطني السعودي. بالنسبة لميادين الرماية، عندنا ميادين الرماية مقامة في مدينة الملك سعود بن عبد العزيز في الرياض، في الباحة آسفة. يبدو أن عندك صوت مشكلة، يرجع لك الصوت. ميدان الرماية يقام، صحيح الصوت يرجع لي قاعد. طيب سنعود إليك حالما تكونين جاهزة. أستاذة ما هنتحدث عن هذه الميادين التي ميادين الرماية والتي تحتضن هذه الباحة، تحتضن فعالية ميادين الرماية وهي لأول مرة في المملكة، الفعالية ضمن برنامج صيف السعودية 2021. أيضا الفعالية تقام لأول مرة على مستوى المملكة بمنطقة الباحة. أيضا الفعالية توفر 5 ميادين رماية احترافية بإجمالي 56 حارة. أيضا تستهدف هذه الفعالية الترويج للباحة كوجهة سياحية ضمن 11 وجهة قد أعلنت عنها وأعلنت عنها منصة روح السعودية. أذهب أو أعود إلى المتحدث الرسمي ميادين رماية الباحة مها خوجة، هل أنت جاهزة الآن أستاذة مها؟ تفضلي. تفضل استاذة مها.
أعيد لك السؤال. هلا تفضل. نعم، نريدك يعني تحدثينا عن يا جماعة ترى أنا قاعدة أسمع صوتي جدا عالي. أي عندك يرجع للصدى وهذا يسبب لك مشكلة، يسبب لك تشويش. طيب أبقي معنا، سوف نحاول أنه من عندك من الاستديو في جدة سوف نحاول أنه يكون جاهز. مشاهد أعزائي المشاهدين، الباحة تحتضن فعالية ميادين الرماية، نتابع. أعود إلى ضيفتي من جدة المتحدث الرسمي ميادين الرماية بالباحة مها خوج. أهلا بك من جديد أستاذة مها. أستاذة مها، قد سألتك سؤال قبل قليل، حدثينا عن فعالية ميادين الرماية الحرة التي تقام لأول مرة في المملكة وأقيمت في منطقة الباحة، تفضلي. صحيح، ميادين الرماية الحرة تقام لأول مرة في مدينة الباحة في مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية. ميادين الرماية عندنا تنقسم إلى قسمين، فعندك القسم الأول اللي هو قسم الفعاليات، ما أطلقنا عليه مسمى قسم ريلود فيستيفال. عندك كثير من الألعاب الترفيهية كألعاب الكارنفال وألعاب الواقع الافتراضي، كذلك متوفر عندنا أكشاك وعربات الطعام لتقديم المشروبات والمأكولات. أما القسم الثاني اللي هو قسم ميادين الرماية المفتوحة، فعندك خمس ميادين رماية، عندك ميدان الشوزن، ميدان الأسهم، ميدان الرماية بالمسدسات، كذلك ميدان الرماية بالبنادق، فهي متاحة لجميع الشباب والبنات وموجودة على مدار الشهر. هي ابتدت من الشهر اللي فات وموجودة للشهر الجاي بإذن الله. طيب، وهذه دعوة لكل الشباب والبنات أنهم يشرفونا. نعم. طب أستاذة مها، ما هي أهداف الفعالية؟ أهداف الفعالية عندك طبعا نحن نعلم مدى حب الشباب والبنات لجميع أنواع الأنشطة الرياضية، فنحب أن الشباب والبنات يمارسون هذا النشاط اللي هو الرماية، فنحن نوفر لهم هذه الميادين ليستمتعوا بممارسة هذه الهواية. نعم، ما سبب اختياركم لمنطقة الباحة؟ منطقة الباحة منطقة جبلية ومنطقة رائعة وجميلة وتعتبر من أجمل المناطق في المملكة العربية السعودية، وجوها يساعد كثير، بما أن حتى في فصل الصيف عندك الجو معتدل وجميل. نعم، كيف رأيت إقبال الشباب على مثل هذه الفعاليات؟ والله إقبال الشباب والبنات الاثنين كان جميل جدا، بما أنه هذه الفعالية لأول مرة تقام في مستوى على مستوى المملكة العربية السعودية، فكان الشباب متحمس سواء من المستجدين أو المحترفين لممارسة هذه الهواية. طب هل العنصر النسائي كان متواجد في مثل هذه الفعالية؟ أكيد أكيد العنصر النسائي كان متواجد، ليس فقط من منظمات، بل كان في مدربات من العنصر النسائي، وكذلك من الوافدين من الشباب والبنات، وتشوف التحدي بين أفراد الأسرة الواحدة بين الشباب والبنات. نعم، من جد المتحدث الرسمي ميادين الرماية بالباحة مها خوجة، شكرا جزيلا لك أستاذة مها على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل.